بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، والبداية مع العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ العماد ميشيل عون بعيد استقلال لبنان. الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين تحتفل بعيد يسوع الملك، والكنائس اللاتينية في المملكة تحتفل بذات المناسبة السعيدة. قداس احتفالي في الصلت بعيد القديسة ماري ألفونسين. وفيها أيضا يسوع ملك المجد، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف ودوره في تاريخ الخلاص وقال: بدأ الإنجيليان متى ولوقا كل واحد إنجيله بلائحة نسب يسوع لتوضيح أصله ورابطه مع من سبقوه، فهو ابن يوسف زوج مريم. وقدم الإنجيليان يوسف ليس أبا بيولوجيا ليسوع، لكنه مع ذلك أب كامل له. وأوضح لنا متى أن شخصية يوسف على الرغم من كونها هامشية ومخفية وكمن يقف في الخط الثاني، إلا أن شخصيته مركزية في تاريخ الخلاص، فقد عاش يوسف دوره بتواضع ولم يرد قط أن يفرض نفسه في أحداث تاريخ الخلاص. وطبق قداسته موقف القديس يوسف على عالم اليوم فقال: كم يحتاج عالم اليوم إلى أشخاص على مثال القديس يوسف يعملون في الخفاء، لكنهم يحرسون ويحمون ويسندون حقا. وكان يوسف حارسا ليسوع ومريم، ولهذا السبب فهو أيضا حارس للكنيسة، لأن الكنيسة هي امتداد لجسد المسيح في التاريخ. وقال قداسته: يوسف من خلال حياته يريد أن يقول لنا إننا مدعوون دائما لنشعر بأننا حراس على إخوتنا وعلى الذين يأتمننا الله عليهم في ظروف الحياة. واختتم قداسة البابا تعليمه وقال: إن حياتنا تتكون من روابط تسبقنا وترافقنا، ونحن في أمس الحاجة إلى العلاقات مع غيرنا لنخرج من وحدتنا. والقديس يوسف هو في هذا أيضا دليلنا وشفيعنا. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد ميشيل عون بمناسبة عيد استقلال بلاده. وعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على الرئيس عون بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار. وبهذه المناسبة احتفلت كنيسة مار شربل والسفارة اللبنانية في عمان بالذكرى 78 لاستقلال الجمهورية اللبنانية. وبهذه المناسبة ترأس الوكيل البطريركي للكنيسة المارونية في الأردن جوزيف السويد الاحتفال بالذبيحة الإلهية بحضور عدد من الأباء الكهنة وشخصيات دينية ورسمية وحشد من أبناء الجالية اللبنانية في المملكة.
وفي عظة القداس قدم كاهن الرعية الأب جوزيف سويد الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني على احتضانهم لأشقائهم اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها في بلدهم المتألم. كما خص بالشكر أيضا فضائية نورسات على رسالتها المسكونية بتغطية نشاطات الكنيسة المارونية في عمان، داعيا الله أن يحفظ الأردن بلد السلام والتسامح والمحبة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان. أنا وأنتم عيننا على مطرح بهالشرق، يمكن بعض الناس بيسموه لبنان التاعس اللي عايش حالة بؤس ومأساة كبيرة. أنا بقول نعم، يمكن لبناننا اللي عم نحتفله الليلة بليلة عيد الاستقلال عايش مثل الناصرة، مثل الناصرة بذات الفكرة، ومن الناصرة بده يطلع بعد شيء، بعد ممكن يفرخ شيء بهالبلد. بقلكن نعم، لأنه لبنان هو لبنان، لأنه كتار فاتوا على لبنان وظهروا من لبنان، احتلوا لبنان وتركوا لبنان، ولبنان بقي لبنان. غريبة منظومة لبنان إخوتي، وبتعرفوا كتير منيح. علمونا من نحن وصغار لازم نترك الورا، ما نتطلع بالورا، الورا في مأساة. يمكن مرته للوط اتطلعت لورا وصارت لوح ملح. إخوتي الدنيا بتعيش نعمة وثقافة التقدم، الرقي، الحضارة، وما بترجع لورا. الأيام ما بترجع، الزمن ما بيرجع لورا، صار لازم نرجع إخوتي. وبقلكن مش غلط نرجع، صار ضروري نرجع. الورا مش مرات كتيرة بلا طعمة، لا. وقت اللي منترك العنجهية ومنرجع لذاتنا مش غلط، وقت اللي منترك الفلتان ومنرجع للقيم اللي ورتونا إياها بياتنا والجدود واللي سبقونا مش غلط، وقت اللي منترك دروب الغربة ومنرجع للوطن مش غلط، لما منترك النكد والدبشني ومنرجع للطيبة مش غلط، لما منترك الكفر ومنرجع للإيمان، نترك كل المطارح اللي ما فيها ريحة الحنان وريحة عمان والأصالة والشهامة ولبنان البطولة وكمان لبنان القداسي مش غلط. في بيت لحم احتفلت الأمانة العامة للشبيبة المسيحية بعيد يسوع الملك، وذلك بقداس احتفالي ترأسه غبطة بطريرك القدس اللاتين بير باتيستيا باتسبالا. وفي عظة القداس الذي أقيم في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، أشار غبطته إلى أن هذا التجمع الشبابي يجعلنا نفتخر بشباب الكنيسة، وقال: علينا أن نكون منتمين ليسوع المسيح والكنيسة لكي تكون خدمتنا ثابتة وحتى نستطيع عيش ملكوت المسيح على الأرض. وخلال القداس قرأ المرشد الروحي للشبيبة الأب بشار فواضلي المرسوم البطريركي الذي يتضمن تعيينات جديدة في الأمانة، ثم ألقيت كلمات ركزت بمجملها على أهمية العمل والتطوع داخل حقل الكنيسة، داعية البطريرك باتسبالا إلى إعطاء الفرصة والدعم الأكبر للشباب داخل كنيستهم من أجل الحفاظ على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة. وشارك في القداس النائب البطريركي العام المطران ويليام الشوملي والمطران بولوس ماركوتسو ولفيف من الكهنة والشمامسة بحضور عدد كبير من الشباب والشابات. على صعيد آخر، وبحضور غبطة البطريرك باتسبالا، عقد مؤتمر في مجلس السلام العالمي لحقوق الإنسان وحوار الأديان في قرية حرفيش بالجليل، تم خلاله منح غبطته شهادة تكريم وأخرى لفضيلة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، إضافة إلى تكريم شخصيات اجتماعية وثقافية فاعلة في المجتمع. وتخلل المؤتمر الذي حضره عدد من المطارنة والأباء الكهنة وحشد من الحضور إلقاء كلمات ركزت على تعزيز مبدأ العدل والسلام ونبذ العنف، لا سيما في الأرض المقدسة مهد الديانات السماوية. يأتي عيد يسوع الملك عادة في ختام السنة الليتورجية في البطريركية اللاتينية، وبهذه المناسبة السعيدة أقيمت في عدة كنائس في المملكة احتفالات بهيجة بمشاركة واسعة من أبناء الرعاية،
ففي كنيسة القديس بولس الرسول في منطقة الجبيهة شمال غرب عمان أقيم قداس احتفالي، حيث تم خلال الاحتفال قبول استقالة الأمانة العامة للشبيبة المسيحية التابعة للمطرانية اللاتيني في المملكة لسنة 2021، وقبول المهمة والرسالة الكنسية للمرشد العام الجديد والأمانة العامة لسنة 2022. الروح القدس الذي أرسله الرب يسوع ليثبت تلاميذه في الحق، وهو الروح عينه الذي يقود الكنيسة اليوم ويحفظها ويلهمها، فليؤتكم البذل المتتابع في العمل والمواظبة على التأمل في كلمة الله في كل حين بالمسيح ربنا، آمين. شفنا أنه يسوع بيطلب منا أن نختار الفقر على الغنى، والأحد اللي بعده لما تأملنا بالتلاميذ اللي بيتجادلوا بين بعضهم البعض من هو الأكبر فيما بينهم، وسمعنا صوت السيد المسيح اللي بيقول اللي بده يكون الأكبر فيكم فليكن الآخر، واللي بده يكون الأول فيكم فليكن لجميعكم عبدا وخادما. شفنا كيف السيد المسيح بيدعو بارطيماوس الأعمى لأن يتبعه بعد ما نادى صارخا بارطيماوس رحماك يا يسوع يا ابن داود، حكوا له التلاميذ للأعمى قالوا له تشدد وقم إنه يدعوك، اترك كل شيء إنه يدعوك، اترك جانب الطريق وادخل في الطريق إنه يدعوك. بورجينا يسوع إنه بيدعو الجميع، بورجينا السيد المسيح في تأمل أكبر الوصايا. ما هي أكبر الوصايا؟ أكبر الوصايا هي المحبة، أن نضع الحب في العمل أكثر منه في الكلام إخوتي، وهذا ما شاهدناه في الأحد اللي بعده لما الأرمل الفقيرة البسيطة وضعت عشرين أو فلس، هذا الفلس كان أكثر بكثير من أموال الأغنياء لأنها وضعت هذا الفلس بمحبة كبيرة. فالقليل عند يسوع هو الكثير من خلال المحبة. كما احتفلت رعية اللاتين في عنجرة شمال المملكة بعيد يسوع الملك، وذلك خلال قداس إلهي ترأسه الأب جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، بمشاركة سكرتير السفارة البابوية في عمان المونسنيور ماورو لالي، وحضور الرئيس الإقليمي لرهبانية الكلمة المتجسد في الشرق الأوسط الأب كارلوس فيريرو، وعدد من الآباء الكهنة من دير عنجرة. وفي عظة القداس قارب الأب خضر بين نظرة يسوع لنفسه كملك وبين نظرة بيلاطس إلى الملك، وكيف عرف العالم الملوك بقوتهم وجبروتهم، إلا أن الملك يسوع لم يكن ملكا أرضيا، إنما كان ملكا سماويا لا ينتهي ملكه خالدا إلى الأبد. إذا كان الناس بانتظار ملك أو يريدون ملك زمني، ملك إنسان قوي منتصر قائد عظيم، يسوع قائد عظيم ولكن بطريقته. يقول للي بدهم يتبعوه من أراد أن يتبعني مش على النصر فليحمل صليبه. أتيت ما أتيت إلى هذا العالم إلا لأشهد للحق، بيحكي لبيلاطس في إنجيل اليوم. ومن كان من الحق يصغي إلى صوتي. ما بيفرض على الناس انهم يتبعوه، بده ان الانسان بكل حريه يتبع المسيح وصوت المسيح لانه صوت الحق. صوت الحق ضد كل ظلم، ضد كل خداع، ضد كل كذب وغش. صوت الحق ضد كل خطيئه وشر. صوت الحق الذي هو صوت الله للإنسان من أجل خلاص الإنسان من كل شر، وأكبر شر يواجه الإنسان هو الموت. هذا هو يسوع الملك. من أراد أن يتبعه فليتبعه بكل حرية، يختار صوت الحق.
من كان من الحق يصغي إلى صوتي. وعندما نتبع السيد المسيح هو يحررنا، لأن المسيح في العشاء الأخير برضو في إنجيل القديس يوحنا يقول: تعرفون الحق والحق يحرركم. فيش إنسان بيكون حر في الخطيئة، فيش إنسان بيكون حر بالشر واستبداد الشر، فيش إنسان بيكون حر وهو مملوء بالكذب والغش والخداع. يحررنا أولاً، يحرر قلوبنا من الخطيئة، يحرر قلوبنا من الرذائل، يحرر قلوبنا من كل ما يستعبدنا والخطيئة تستعبدنا. هكذا يجعلنا جميعاً أحرار، يحررنا من كل غش وخداع وكذب وكراهية. هذا هو ملكوت المسيح. وخلال القداس تم الاحتفال بمرور 25 عاماً على رسامة الأب فيكتور من كهنة الرعية. وفي المصدار وسط العاصمة عمان، احتفلت رعية يسوع الملك بالعيد المقدس ليسوع الملك. جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه كاهن الرعية الأب مروان حسان، بحضور الأب وجد طوال والشماس بيير وأعضاء الشبيبة وأبناء الرعية. وقد عبر الأب حسان في عظته عن فخره واعتزازه برعية المصدار بجميع فعالياتها، متمنياً للجميع المزيد من الازدهار والعطاء المستمر لكنيستهم. ويسوع المسيح من أول لحظة بحياته هو عنده مشكلة مع هالملك. من أول ملك يسوع المسيح تصارع معه ولا كان عنده مشكلة معه؟ هيرودس سمع بأنه هنالك طفل ولد وهو سيكون ملك. شو سوى هيرودس؟ خاف على حاله. من وين بده يجيني طفل صغير يأخذ محل الملك؟ أنا بفرجيك. قتل كل أطفال بيت لحم من عمر سنتين فما دون. ليه؟ لأنه خايف على حاله. بكل بساطة، الناس يسوع طعماهم، شبحهم، شو بيحكي لنا الكتاب المقدس؟ هموا وأرادوا أن يقيموه ملكا. هرب يسوع، حكى لهم أنا ما بدي أكون ملك لأنه أنتوا أكلتوا وشربتوا، أنا بدي أكون ملك لأنه أنتوا سمعتوا كلمة الله، فأنا بدي أكون سمعوا كلمة الله بالأول. وبعدين اليوم الجدال اللي بنشوفه مع يسوع المسيح وبيلاطس: أأنت ملك؟ هو ما تقول. وبيلاطس عم بتحاور مع يسوع وبده يشوف انه مين هذا الإنسان وشو قيمة هذا الإنسان اللي أنا عم بتحاور معه. هل أنا عم بتحاور مع ملك مبهدل مجلود محكوم عليه بالموت مرفوض من شعبه؟ وينك انت؟ فرجيني ملكوتك. ويسوع بحكي له: نعم أنا ملك ولكن ليس من هذا العالم. حتى بيلاطس كمان كل موضوع ملوكيته كان يلفه حوالين ذاته. كان مرة بتباهى على يسوع بحكي له: تعرف انه أنا إلي السلطان بإني أحلك وإلي السلطان بإني أقتلك؟ يسوع المسيح شو جاوبه؟ لو لم تعط هذا السلطان من علو لما لك علي من سلطان. وقد سبق القداسة إقامة أسبوع رعوي وساعة سجود وأمسية تراتيل أحيتها المرنمة نتالي سمعان بمرافقة العازف حران حجازين. مع مياه البحار وامتداد المحيط، مع خرير الأنهار وانسكاب الينابيب، مع كرم الأمطار والثلج والجليد وكلهيب نار، سأهتف إلى ما أعظم اسمك في الأرض كلها. ما أعظم اسمك، ما أبهاك في خلائقك. وفي ذات السياق ترأس قدس الأب عماد طوال كاهن رعية اللاتين في الفحيص القداسة الإلهية الاحتفالي بمناسبة عيد يسوع الملك، والذي هو أيضاً عيد الشبيبة، وذلك في كنيسة قلب مريم الطاهر الفحيص البلد. وتم خلال الاحتفال تجديد الوعود والعهود لكي تبقى الشبيبة على مثال ملكها السيد المسيح، تسير عبر دروب المحبة والخدمة والعطاء بلا حدود. وفي نهاية الاحتفال التقط الشبيبة صورة تذكارية أمام هيكل الرب وهم يحملون شمعة مضيئة في رمزية لنور يسوع الملك
الذي أتى لينير العالم. في كنيسة سيدة الانتقال بالسلط احتفلت رهبنية الوردية المقدسة في المملكة بعيد القديسة ماريو ألفونسين، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر، بحضور عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين من أبناء المدينة وخارجها. المزيد عن هذا الاحتفال في سياق التقرير التالي. في غمرة الاحتفالات بعيد القديسة ماري ألفونسين، ترأس النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب جمال خضر القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط، وشارك في القداس كاهن الرعية الأب رياض حجازين وعدد من الآباء الكهنة والدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، والنائب العام لرهبنية الوردية الأخت مادلين دبابنة وعدد من راهبات الوردية والأخويات المريمية وجمع من مواطني مدينة السلط وخارجها، فيما أحيت ترانيم القداس جوقة مدرسة راهبات الوردية في شميساني بإدارة الأخت لوريت زوايدة. في بداية القداس ألقى الأب رياض حجازين كلمة رحب فيها بالمشاركين في الاحتفال وقال: من السلط انطلقت البطريركية اللاتينية لتأسيس رعاياها، ومنها انطلقت الوردية لبقية رعايا ومدن الأردن، مقدما الشكر للدكتورة باسمة السمعان على ما قامت به من جهد إيماني لتأسيس مزار ألفونسين في الكنيسة على نفقة عائلتها الخاصة في هذا المكان المقدس على ثرى الأردن الطهور. وفي عظة القداس قال الأب جمال خضر: عندما نتأمل في القديسة ألفونسين ندرك أن لها مكانة خاصة بين عموم المؤمنين، إذ أن حياتها مليئة بالفضائل والنعم. وأضاف: ومن هنا علينا أن نرفع الصلاة إلى الأم ألفونسين طالبين شفاعتها لنا ولعائلاتنا ولبلادنا ولرهبنية الوردية المقدسة. الأم ماري ألفونسين هي حياة الخفية، حياة الصلاة وعلاقتها مع العذراء دون إعلان، وكان هذا هو طلب الكنيسة منها. فتخيلوا كل هذه الظهورات العظيمة لمريم العذراء لها، وهذه الرسالة التي أعطتها إياها بقيت صامتة ولم تتحدث عنها. عاشت هذه العلاقة مع مريم العذراء دون إعلان كما تريد الكنيسة، وهي ثمرة نحتاجها اليوم، خاصة عندما نتحدث أمام كاميرات وأمام وسائل إعلام وتواصل اجتماعي. بحاجة أن نركز أن حياتنا الحقيقية، حياتنا الروحية تتم في الخفاء. العالم يقيس إنجازاتنا الخارجية، ولكن الله ينظر إلى القلب. ماري ألفونسين علمتنا أن الحياة الروحية الحقيقية تتم في صلاة الخفاء. كانت تقضي الوقت في الكنيسة لوحدها، كانت تصلي دائما في الكنيسة أو في كنيسة المهد لما كانت في بيت لحم، كان لها محبة خاصة لهذه الكنيسة. فتعلمنا أن العمل ليس ما ننشره، ما يعرفه الناس عنا وما يشاهدونه، ولكن يشبه كما قال لنا السيد المسيح: ملكوت الله الذي يشبه الزرع، نزرع في الأرض في الليل في النهار دون أن نراقبه، ينمو شيئا فشيئا في الخفية، ينمو في الليل دون أن يلاحظه أحد. كم نحتاج إلى التأمل في صلاة الأم ماري ألفونسين وحدها بعيدة عن الكاميرات، بعيدة عن الناس. هكذا بنت هذه الروحانية، وهكذا أثمرت ثمرا لا يزال أثره إلى اليوم.
وقبل ختام القداس قدمت الأخت مادلين دبابنة الشكر للأب جمال خضر والأب رياض حجازين والحضور الكرام على مشاركتهم باحتفال عيد الطباوية ماري التي اختارتها السيدة العذراء لتؤسس أول رهبانية عربية في مدينة القدس. يسرني باسم الرهبانية الوردية رئيسة عامة ومجلسا استشاريا وراهبات أن أتقدم إلى قدس الأب جمال خضر النائب البطريركي العام في الأردن بأوفى مشاعر الشكر على تلطفه بترأس هذا الاحتفال البهيج ليصلي معنا ومن أجلنا. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى قدس الأب رياض حجازين على استقباله لنا في رعية السلط مقدرين له محبته واهتمامه، وللشدياق أنطون ولخدام الهيكل على حضورهم وخدمتهم متمنية لهم التوفيق في رسالتهم. شكراً من القلب للجنة الروحية في الأردن التي قامت بترتيب وتنظيم هذا القداس الاحتفالي، وللكورال وللكشافة ولرعية السلط. وبهذه المناسبة نستذكر القديسة ألفونسين ورسالتها وخدمتها الصامتة التي استمرت في السلط لمدة سنتين، حيث قضتها بمحبة وإيمان ورجاء. وقد جاء احتفال هذا العام تخليداً لما قدمته الأم ماري من خدمة للمدينة وكنيستها تميزت بالحب والتواضع والبذل والعطاء. ويذكر أن مؤسسة رهبنة الوردية ألفونسين أعلنت قديسة في 17 من شهر أيار عام 2015 على يد قداسة البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. أكد كل من سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردني للروم الأرثوذكس ومتصرف لواء الفحيص وماحص سطام المجالي عمق العلاقة الأخوية بين المسلمين والمسيحيين في الأردن كونه بلد الوئام والعيش المشترك، مشددين على وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سيادته لدار المتصرفية لتهنئة المجالي بتعيينه متصرفا جديدا للواء، حيث جرى خلال اللقاء تقديم كتاب تعيين الإرشمدريد خريستوفورس حداد رئيسا روحيا للكنيسة الأرثوذكسية في الفحيص خلفا للإرشمدريد إيرونوموس الذي عين وكيلا بطريركيا على مادبا. حضر اللقاء عدد من كهنة الرعية الأرثوذكسية وأعضاء لجنة الكنيسة. بمناسبة إبراز الوعود الدائمة للأخوة العلمانيين وبدعوة من بنات القلبين الأقدسين أقيم قداس احتفالي لعيد يسوع الملك في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس بحضور عدد من الأباء الكهنة وجموع من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي وبمعاونة المونسنيور بولوس مرقدسة والأب رامي عساكرية والأب أنطونيوس حبيب ولفيف من الكهنة القداس الاحتفالي بعيد يسوع الملك وإبراز الوعود الدائمة لسبعة إخوة علمانيين في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم، حيث ابتدأ القداس بدخول الموكب وبمشاركة الإخوة العلمانيين السبعة الذين نظروا أنفسهم لخدمة كلمة الله وسط حشد من المؤمنين ملأوا الكنيسة ليكونوا شهوداً بالإيمان على هذا الحدث المميز. وفي كلمة المطران الذي حث العلمانيين على أن يعيشوا وفقاً لتعاليم المسيح وأن يسيروا للدعوة وصولاً إلى طريق القداسة عملاً بقول يسوع المسيح له المجد أن يكونوا قديسين كما أن الآب السماوي هو قدوس، فالقداسة هي التي تحقق الشخصية إلى الكمال. وألقت المكرسة غريس كلمة بالنيابة عن زملائها في الأخوية العلمانية لأبناء القلبين الأقدسين، شكرت من خلالها كل من ساندهم للوصول لهذه المرحلة المهمة في خدمة كلمة الله،
وخصت بالشكرى راهبات دوروثيا لمساندتهن ودعمهن طوال المسيرة الروحية لفترة 10 سنوات من خلال اللقاءات والرياضات الروحية والسجود أمام القربان المقدس وأعمال اجتماعية للعلمانيين، الأمر الذي ساعد في التعمق بالروحانية وفي تلبية نداء المسيح. وفي نهاية الاحتفال شكر الأب عسكري هذا الإنجاز الروحاني الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وحث المؤمنين للسير قدما للتمثل بحياة القديسين. لنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية النشاطات التي قامت بها مجموعة من المستوطنين على أرض تابعة لدير مارسابا، وقالت البطريركية في بيان صادر إنها تتمسك بكافة حقوقها في الدير، مؤكدة أنها لن تتساهل في محاسبة أي اعتداء على أراضيها وعقاراتها، مشيرة إلى أنها ستعمل بكافة المجالات القانونية والدبلوماسية لمنع مثل هذه النشاطات بشتى الطرق. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نورسات الأردن الخبير الدولي السياحي والقنصل الفخري للأردن في هنغاريا السيد زيد نفاع، حيث أكد نفاع خلال اللقاء أن ثروتنا السياحية بحاجة للكثير من العمل الجاد لجعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة والارتقاء بهذه الثروة نحو فضاءات السياحة العالمية، لافتا إلى أهمية البتراء والمغطس عماد السيد المسيح كمواقع جاذبة للسياحة، إضافة إلى العديد من المواقع السياحية والأماكن الدينية التي تزخر بها المملكة. المزيد في هذا الحوار. يعني أبونا أنت تريد مني أن أبرق أو أبعث برسائل إلى دبلوماسي الأردن الذين هم من أفضل كوادر دبلوماسيين في العالم. الدبلوماسية الأردنية منذ نشأتها وهي ساطعة في العالم، دبلوماسية الأردن احترامهم للآخرين، اعتدالهم، نقل رسالة الأردن، التعامل في غاية الاحترام والشفافية مع العالم، خلق للدبلوماسية الأردنية احترامها. فالدبلوماسيين الأردنيين مجتهدين ومتعلمين ومثقفين، ولكن يجب علينا أن نفرق بين ماذا يجب أن يفعل الدبلوماسي أو ماذا يجب أن يعطى، ما هي المهمة التي يجب أن توكل له كي يقوم بها، لأن دبلوماسينا أي مهمة بتعطيها ما شاء الله قصة نجاح. وأنا لا أجامل الدبلوماسيين الأردنيين من أفضل وأرقى الدبلوماسيين في العالم، وهذا يشهد له الجميع. نعم صحيح. ولكن يجب أن تحمل الدبلوماسي سواء سفير أو أي واحد من أعضاء سفاراتنا أن تحمل رسائل عليه أن يقوم بها ويقومون بها. اليوم عندما نتحدث ما هي الرسائل، حب الوطن الكل متقاسم عليه والكل مشترك فيه، كل الأردنيين يعشقون الأردن ويعشقون تراب الأردن ومنتميين للأردن ويعشقون النظام طبعا، وهذا شيء يعني بجيناتنا، رضعنا وتربينا عليه وعشقنا. عندما نتحدث في رسائل الدبلوماسية الأردنية يجب أن يكون هناك في خارطة الطريق
لدى الدولة الأردنية، وهذه خارطة الطريق تبعث برسائل إلى الدبلوماسيين ما هي المهام الذي يجب أن يقوموا فيها. إن كانت مهام سياسية يقوم بها، إن كانت مهام اقتصادية يقوم بها، إن كانت مهام ثقافية يقوم بها، ولكن يجب تحديد أولوياتنا في الأردن اللي نبرق فيها إلى دبلوماسيين في الخارج. ولكن الدبلوماسي زي يعني البارح، زي النطاس البارح، دائما أي مكان بيفوت فيه يجب أن يترك بصمة، ويجب أن يخرج على الأقل بورقة رابحة إلى بلده، يقول أنا قابلت فلان وجبت هذه الورقة لوطني. دائما أينما تدخل كن سفيرا. وأنا طالب كنت أقول لزملائي الطلاب، مش بس السفير اللي راكب سيارة وحاط علم على سيارته أو على بيته أو على السفارة، أنت في أخلاقك، في تعاملك، في نجاحك في الدراسة، أنت سفير لوطنك. فالسفير في اعتداله، في أخلاقه، في الرسائل الطيبة اللي ببعثها للناس. لما بتعمل شيء طيب وبتنجز شيء كويس بيسألوك الناس من وين أنت؟ من الأردن. علقت في ذهنهم أنت سفير بلدك. افتتحت الكنيسة الكلدانية لقاء الشبيبة في كاتدرائية مار يوسف ببغداد بمشاركة 450 شاباً وشابة من مختلف الأبرشيات الكلدانية في العراق. ووجه البطريرك الكلداني رفائيل ساكو كلمة عبر فيها عن تعاطفه مع الشباب لما يعانونه من صعوبات وتحديات، لافتاً إلى أن الشباب في الكنيسة هم أشخاص لهم كرامتهم ومواهبهم وفكرهم، مشدداً غبطته على ضرورة إلمام الشباب بالثقافة العامة والمجتمعية التي تساعدهم للعمل مع الشباب الآخرين وخاصة المسلمين عبر الحوار، من أجل ترسيخ مبادئ الأخوة والتنوع والعيش المشترك وتعزيز السلام والاستقرار. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان يسوع ملك المجد. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو الأب وسام منصور مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن، حيث تركز الحوار حول المعنى الروحي ليسوع الملك الذي هو ملكوت الحق والبر والقداسة، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع كل من الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين في رميمين والباحث والمفكر الدكتور جلال فاخوري. فإلى هناك. أبونا، هل بتلاحظ أنه في بمعنى الروحي ليسوع الملك، هل عم بيتناقض مع التحديات الحياة ومواجهات البشرية من خلال الأمور أنت يعني عم نلاحظها حوالينا؟ أبدا. يعني كيف الإنسان بده يطبق هاي الروحانية مع الحياة اللي عم بعيشها؟ شوفي، نزة الإنسان للكبرياء واضحة دائما ومن البداية. نعم. يعني إذا بنرجع لبدايات الصفحات الأولى من الكتاب المقدس، لما الشيطان تكلم مع آدم وحواء قال لهم إذا بتاكلوا من ثمر هاي الشجرة بتصيروا آلهة، تميزوا بين الخير والشر. فنزعة الإنسان إنه يضع حاله مكان ربنا هي اللي هي المشكلة الأساس اللي بتواجهنا. فوجود عيد يسوع الملك، ولما بنعرف إنه أنا وجودي بهالكون هو نابع من وجوده، نابع من مجده، وكل ما بحياتي هو بهدف لمجده، بهدف لأني أمجده في حياتي وفي كل أعمالي. هذا الشيء اللي بحررنا من تخوفاتنا من الزمن المحولينا. كل شر بهذا العالم بعيد عن ربنا، ما بقدر أقول إنه مصدر من ربنا. لربما ربنا يسمح بحدوث الشر أو بوجود الشر، ولكن هو مش نبع الشر، هو نبع الخير، نبع الشفاء. يعني بطلب بصلاتي بطلب من ربنا الشفاء. نعم. ما عمريش أنا بطلب العقاب ولا بطلب المرض لأي إنسان، ولكن بحياتنا نحن عاجزين كتير مرات عن عيش الاستسلام الكامل. لما نقول الرب راعي فلا شيء يعوزني، إنه أؤمن حقيقة إنه كل الأمور تعمل معا لخير الذين يحبون الله. نعم. فبالتالي أنا بمحبتي لربنا بتمجيدي لإله بقدر أسخر كل ما في هذا الكون إنه يكون في خدمتي، حتى ولو كان الشر ولو كانت الصعوبة، ربنا قادر إنه يسخرها من أجلي ومن أجل خدمتي. هذا العيد وضعه قداسة البابا بيوس الحادي عشر عام 1925 يلفت انتباه المسيحيين إلى وجوب تمليك المسيح على الأفراد والجماعات والمجتمع في زمن قوي فيه شوكة الشيوعيين الملحدين الذين نفوا وجود المسيح وحاربوا الكنيسة.
فإذا كانت الكنيسة قد جعلت عيدا خاصا يسوع الملك فذلك لكي ترسخ في أذهاننا هذه الحقائق الثلاثة: يسوع ملك، ثانيا ملكه روحي، وثالثا أنه لم يكن لملكه انقضاء. إذن سنتحدث عن هذه الأمور الثلاثة. أولا يسوع ملك، نجد هذه الحقيقة في الكتاب المقدس. أولا عندما بشر الملاك مريم العذراء قال لها أنها ستكون أما لابن العلي الذي سيوليه الله ربنا عرش أبيه داود ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر ولن يكون لملكه انقضاء. ثانيا لما جاء المجوس يسألون عن يسوع في أورشليم قائلين أين الملك الذي ولد؟ فقد رأينا نجمه طالعا فجئنا لنجد له. ثالثا نظر الناس ليسوع نظرة ملك. أبونا بس لو مسكر عندك التليفون أو إذا فاتح الفيسبوك. سوري. بسيطة. ثالثا نظر الناس ليسوع نظرة ملك بعد أن سمعوا تعاليمه وشهدوا عجائبه وبعد عجوبة تكثير الخبز هموا باختطافه ليقيموه ملكا فابتعد عنهم وعاد وحده إلى الجبل. رابعا نادى الشعب به ملكا يوم أحد الشعنين حين دخل أورشليم وراح الشعب يهتف قائلا تبارك الملك الآتي باسم الرب. خامسا اعترف هو نفسه أمام بيلاطس لأنه ملك حين سأله هذا الأخير أأنت ملك إذن؟ أجابه قلت أنت أنا ملك. سادسا وأخيرا علق على الصليب وضع فوق رأسه علة الحكم عليها كتب هذا يسوع ملك اليهود. وراح الصليب يسخرون منه قائلين إن كنت ملكا فخلص نفسك. لكن لص اليمين اعترف به في تلك الساعة الحاكمة ملكا وطلب منه أن يدخله ملكوته. اذكرني يا رب إذا ما جئت في ملكوتك. ثانيا يسوع ملك ولكن ملكه روحي. هذا هو موضوع الخلاف بينه وبين بني قومه. أرادوه ملكا زمنيا فكان ملكا روحيا. وقد أوضح لسامعيه أنه أرسل ليبشر بملكوت الله الذي فيه الأولون آخرون والآخرون أولون. الأولوية فيه للفقراء والمساكين والمرضى والخطأ. روح الرب علي لأنه مسحني وأرسلني لأبشر الفقراء وأبلغ المأسورين إطلاق سبيلهم والعميان عودة البصر إليهم وأفرج عن المظلومين. هذا الملكوت الذي فيه الأولوية ليس لقرابة الدم بل لقرابة الروح. اليهود المتباهين بانتمائهم إلى سلالة إبراهيم قال إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ولأولئك الذين يقولون له إن أمك وإخوتك ينتظرونك في الخارج أجابه إن أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلام الله ويعملون به. هذا الملكوت الأولوية فيه للمتواضعين للمتسامحين لأنقياء القلوب للأغنياء بالله وليس بالملابس والمال. لقد كان صريحا إلى أبعد الحدود يوم وقف أمام بيلاطس وقال لهم ليست مملكتي من هذا العالم ولو كانت مملكتي من هذا العالم لدافع عن رجالي لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن مملكتي ليست منها هنا. ثالثا لن يكون لملكه انقضاء. خلق الله الكون ومنذ ذلك الحين والكون يطيع أوامر الله بدون استثناء. لكن خليقة واحدة لا يزيد طولها عن مترين أحبها الله وخلقها على صورته وفداها بدمه وأطعمها جسدا تتجرأ وترفض الخضوع إلا على وهي الإنسان. بدي أذكر حضرتك وأذكر المستمعين بأنه قبل ميلاد السيد المسيح الفعلي الجسدي 600 سنة أشعيا النبي وزكريا النبي قالوا وذكروا كلمة الملك العادل القوي. نعم. وهذا يعني أن كلمة ملك، لأنه سؤالكم أنتوا حول من إجت كلمة الملك. نعم. جاءت قبل
600 أو 700 سنة أو 1000 سنة حتى من القديم. ميلاد السيد المسيح الفعلي، مما يعني أن كلمة الملك أي يملك على الأرض، بدليل المزمور اللي قال قم يا إلهي واحكم على الأرض لأن حكمك عادل وقوي. من المزمور، أي بمعنى آخر باختصار أن كلمة الملك لم تجي اعتباطا، إنما قالوها أنبياء بني إسرائيل قبل 600 أو 700 سنة. نعم. ثم جاء اللي ذكره أبونا منصور، واللي ذكره أبونا حجازين، واللي قالوه كلهم، وجاء على لسان السيد المسيح: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كنت ملكا لكان انتشلوني كذا عسكري وهكذا. يعني إذا كلمة الملك ليست مفتعلة وإنما جاءت من الأزل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يهنئ العماد مشيلعون بعيد استقلال لبنان. الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في فلسطين تحتفل بعيد يسوع الملك، والكنائس اللاتينية في المملكة تحتفل بذات المناسبة السعيدة. قداس احتفالي في السلط بعيد القديسة ماري ألفونسين. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.